اسلام حازم، وادي تسديده حلوه، تسديده والله حلوه من حسين رجب، فيها عنصر المفاجاه، لكن كان صح المره دي عمر رضوان حارس المرمى بيلمس فعلا. عمر رضوان ادي الكوره في منتهى القوه بيلمس عمر، خد الاذن من حكم اللقاء، وادي العرضيه على القريبه لكن في منتهى الخطوره بيطلع رامبو، ترجع مره تانيه لسه الهجمه، بيلم عفروتو، وادي تسديده حلوه من احمد سامي، تسديده والله حلوة. لكن عمر رضوان كان معاها، ادي الكره اللي فاتت، وادي اللمسه، كان احمد عبد الظاهر كده زحلقها بدماغه. مره تانيه لمصر المقاصه من ناحيه الشمال، احمد فوزي، احمد فوزي يطلع المره دي ويمسك، دي كانت في منتهى الخطوره، عدت ولمست لكن يطلع الدفاع. عايز اقول لحضراتكم النهارده يعني نادي الشرقيه لمحمود حماده يلعب كرة طولية أمامية لفوافي، لكن يطلع المرة دي عمر رضوان ويقطع.